كل أكبر فيه صفوف المسلمين، وليس هذا فحد، بل في جانب الشريعة غيره. ومما يبين ذلك أن الأزهر الشريف ظل حقبة من الزمان يغرسه في مناهجه أن ختان الإناث من السنة، ثم يخرج علينا خبيث في هذا الزمان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الريبلة. قالوا: من الريبلة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة. مش كده وبس، في ظلم تاني واقع على المرأة في العالم الإسلامي، الختان. الختان واللي بتتعرض ليه المرأة، وخصوصا ان دون يتم كتير تحت اسم الإسلام، ومفيش أدلة حقيقية حقيقية قوية تؤيد هذا الكلام. واللي بيحصل في أفريقيا في المرأة شيء رهيب، شيء لا يتخيل، يؤدي في حالات كتيرة لقتل المرأة، أو يؤدي لتشوه المرأة، أو إنها تؤدي إن هي تفقد نفسيتها تماما، وده يتعمل بتحت اسم الإسلام، وده ظلم شديد 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 للمرأة، وده ظلم. وإحنا عايزين من خلال صناع الحياة ومن خلال مشروع النهضة الكلام ده يتغير، جرائم العودة تتغير، الختان، موضوع الختان يتغير. فيهين في هذا الزمان يتكلمون في الدين ويضلون العالمين، فلما تغلينا عن مصدر عزنا جهلت الأمة بعد علم وذلت الأمة بعد عزة، فبعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة انتهت الحيارة في ظلمات الطرقات، أصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الآن. مكسوس جناحاه.